قصة اليوم عن الثعلب والعصفور. أفاق الثعلب من نومه وهو يشعر بالجوع الشديد، ولم يكن في جحره ما يأكله، فانطلق في الغابة يبحث عن طعام له. كان كل من قض على أرنب أفلت منه سريعا، وإذا حاول الإمساك بفأر أسرع هذا ودخل جحره الضيق حتى كاد الثعلب يهلك من الجوع والتعب. فجأة لمح عصفورا مشغولا بالتقاط الحب على الأرض، فانقض عليه سريعا وأمسك به بيده فرحا بصيده هذا. قال العصفور الصغير للثعلب: ماذا تراك فاعل بي؟ أنا صغير الحجم، قليل اللحم، لا أغني من جوع ولا أكفي وجبة صغيرة. نظر الثعلب إلى العصفور النحيف وعرف أن كلامه صحيح، ثم أضاف العصفور قائلا: أطلق سراحي بالله عليك، وسأسدي إليك نصائح ثلاثة تكون نافعة لك في حياتك. أسديك النصيحة الأولى وأنا في قبضة يدك، وأسديك الثانية وأنا فوق غصن الشجرة هناك، أما الثالثة فسأسديكها وأنا طائرا في الجو. فكر الثعلب بكلام العصفور وكان يدرك عدم كفايته لسد جوعه، وقال له: حسنا، هات النصيحة الأولى. قال العصفور: لا تندم على ما فوتت من أمرك. ثم طار وحط على الغصن وقد شعر بأنه حر، فقال الثعلب: والنصيحة الثانية ما هي؟ قال: لا تصدق كل ما تسمع ويقال لك. ثم طار محلقا، ولما صار في الهواء قال للثعلب: أها لو أنك التهمتني لأشبعك لحمي ورواك دمي أيها الأحمق. ندم الثعلب على فوات الفرصة وحزن حزنا شديدا، ثم نظر إلى العصفور وقال فجأة: ولكن أين النصيحة الثالثة التي وعدتني بها؟ قال العصفور: تعلم أن تنتفع من نصائحي. ثم غاب عن نظر الثعلب. انطلق الثعلب المخدوع يبحث عن طعام من جديد، فمر في طريقه بلوحة كتب عليها: احذر الوقوع في البئر. فابتسم وقال: لا، لن أصدق كل ما أسمع ويقال. ثم عبر وهب سقط في البئر، فقضى جوعا وندما.